الاسم كريم عبد العزيز البوحساني، جيت نحكي واحد المشكل عندي مع واحد القائد في منطقة ديال دار الكبداني قبيلة بني سعيد تابعة لإقليم الدريوش. هذه منذ سنة 2018 كنا وكلنا واحد الأخت ديالي باش نمشي تملك الأراضي، لما سمعنا أن خصنا نمشيو نملكو أراضينا. هاد البقع عندي مختلفة، عندي واحد 8 البقع تقريبا ولا 9 مختلفة يعني متفرقة. دفعنا الوثائق لهذا السيد القائد بما فيه كل ما يطلب من القائد، كاع الوثائق اللي طلبها منا رسلناها ليه كلها، عطينا الوثائق على اساس انه يدفع الادارات المعنيه بالامر يشوف واش هاد الارض يعني هازه على الدوله يديها. هاد الملفات حنا اللي تابعناهم من 2018، هو ما كيدير حتى شي مجهود، ما بدل حتى شي مجهود. حنا اللي كنمشيو للادارات، الاخت ديالي ارمله عطينا وكاله كتمشي كتعذب من الدار البيضاء للناظور ولي فيلاج، والادارات مختلفه، كاينه اداره في هذا الميدار، كاينه اداره في الدريوش، كاينه اداره في كل وحده فين كاينه، وكتمشي هي اللي كدي هذوك الاوراق ديالها وكتطلب هذوك الناس. وحنا اللي جبنا الوثائق ديالنا كاملين لهذا السيد بان جميع الادارات، 6 الادارات بالضبط، كلهم رافعين يدهم على ذاك الارض، يعني ما دخلش في شي مشكل مع الدوله. ولما جبنا ليه هذا الشيء قال لنا، جا فاجئنا بواحد التعرض على واحد البقعه الاولى، في الاول بقعه قلنا ليه شكون هذا؟ قال لك راه واحد ولد خاتكم عندكم تعرض معاه. ماشي مشكل، فين كاين المشكل دابا؟ قال كتمشيو تتحل المشكل في المحكمه. قلنا له ودي حنا دابا هذاك خلي المشكل معنا في المحكمه. قال لك لا. قلنا له ما كاين مشكل، مشينا للمحكمه، رفع بنا دعوه، مشينا حضرنا في المحكمه. المحكمه حكمت في الابتدائيه عدم قبول الدعوه لهذا الشخص اللي هو ابن خالتي. قال لك ملي جينا عنده قلنا له هي عدم قبول الدعوه، عطينا الشهاده الاداريه ديالنا باش نكملوا الشغل ديالنا. قال لك لا سي، راه عنده الاستئناف، هو هو اللي كيورينا اش خصو يدير السيد، ماشي هذا كلامه. جا من بعد ما كان كلامه قاسح معاه في الاول، جيب لي الوثائق باش انت باغي دير تعرض، باش انت هادي واحد الوقيته تبدل هذا الكلام، ولا تيقول لك ما انتم غالطين. اذا انا هنا وداك كيدخلنا شويه الشك في هذا السيد، بقى كيماطل. هو اللي كيقول لك لا راه غيستانف. يا سيدي الا استانف راه حنا غنمشيو مع المحاكم، حنا المحكمه تعطيه حقه، اللي عطاتو المحكمه نعطيه ليه، حنا ما نحيدوش ليه حقه، هذا راه حقنا حنا عارفينه، وإلا عطاتو المحكمه الله يعاون. مشينا سيدي تا للاستئناف، عدم قبول الدعوه كذلك، يعني ايدوا الحكم ابتدائي. جا عاوتاني باغتنا بالارض اخرى للتعرض، عاوتاني مشينا ابتدائيا، حكمت لي بعدم قبول الدعوه، وعطينا سيدي ها انت راه ما كاين والو. لا باقي تنبلاتي واحد قاد الملف ما فهمتي والو، بلاتي تا الغدا. من 2018 السيده كتمشي في الكيران وتجي في الكيران، طلع هذيك الكيران دائما يوميا غاديه جايه، والمشاكل ديال المصاريف، وقلت لك الاداره تبعد عليها، وفين ما تمشي عنده حتى الاستقبال ما كيستقبلهاش، كيخليها كتشوف فيه هكا كيهبط ويمشي يهرب في حاله. بقى كيدير لنا هذه المشاكل كلها. جبنا ليه الحكم الاستئنافي الاول الثاني، قلنا ليه ها انت سيدي. قال لك سيدي انا خليني نبحث وغادي نشوف. اش غتبحث انت؟ عندك قلت لي جيب لي الحكم، ها هو الحكم، اعطيني شهاده اداريه نمشي نكمل. لا قال لك ما غنعطيهم. اخر كلام دابا دار معانا، مشينا قلت لك ماشي مره ماشي جوج، ويعني بين فين ما ندخل انا ولا الاخت ديالي مشيت معاها، انا كيجي من ورانا هذاك السيد ولد خالتي وتيغ. اخر كلام بيني وبينه هذه شهر ونص، قال لي صافي استاذ انا صافي غنخرج بحث، الشيوخ يمشيو يقلبوا يديروا بحث وغنعطيك اوراقي. صافي عطي اوراقي يا سيدي، صافي فكني هذا المشكل. خرجت حالي من عند هذا السيد هذا، كيباغتنا ان الغد ديالو مشى تختي باش يمشي يدور مع المعاينه، قال لها حكا راه رفض عاوتاني القائد، قال لك ما نديروا والو القائد من. انا ما بغيت دابا كنتسائل مع هاد الناس المعنيين بالامر، شهاده اداريه واش من حقي ولا من حقي؟ انا من حقي، انا عندي وثائقي، عندي كل شيء، علاش يحيد ما يعطيهاش ليا؟ تنتسائل دابا الناس المسؤولين عافاك. مشينا للعماله بعدا، نزيد نسيت هذا الكلام، مشات اختي للعماله قال لها حكا راه دفعت للعميل، هو كيقول القائد انني راسلت العميل في موضوعكم ويرد عليا العميل بالرفض، ما نعطيكمش الشهاده اداريه. قالت لي اختي اعطيني وثيقه تثبت ما اللي كتقول. قال لها صافي انا قلت لك. مشات اختي للعماله استقبلها شي واحد ما عرفش انا بالضبط المكتب، لان الاخت اللي مشات عنده دوا معاه، قالت لي بغيت نشوف العميل علاش يرفض لي واحد الملكيه ديال شهاده اداريه.
قال لها فين انت اش من القياده؟ هز التليفون ذاك الساعه قلب بعدا في الاورديناتور لقى بان حتى شي حاجه ما جايه على هاد السيده، ما عندهم حتى شي حاجه حتى شي ورقه من عند القيد تفيد هذه المسائل. عيط عليه ذاك السيد شخصيا قال لي اشنو اشي الوثائق اللي صيفطتي انت للعميل ورفض لهاد السيده؟ قال لها لا انا ما فهمت والو، انا ما يعني كذب علينا بانه صيفط للعميل ورفض لينا. مشينا دابا مؤخرا ما بغاش يعطينا، مشات اختي العماله دفعت الطلب باش تشوف السيد العامل، خداو الهاتف ديالها لحد الان شهر دابا تقريبا والصرف ما جاوبها حد ما دوا معاه. مشات عنده البارح والله بعدا جا واحد الملف خارج على هاد المشاكل اللي ما فيهاش التعرض، هذاك بوحدو قال لها حكا راه عندك واحد الملف ناقص خصك دير الوزاره تزيد انت دير الاداره ديال التجهيز. مشات عاوتاني حتى الاداريه ديال التجهيز قالت لها شكون اللي قال لك انت تجيبيها؟ هذا راه ما نحقوش يصيفطك انت، وبالاخص في هاد الظروف ديال كورونا ما خصوش، راه هذه اداره خصو هو يجيب لنا هذا الملف. قال لها حشمت منك خصو من عندك حيت تعذبتي، راه هو اللي خصو يجيب هذا الملف، وانا حنا اللي كنمشيو نجيبوا الملفات، حنا اللي دينا الوزارة التجهيز واحد الملف اخر خارج هذا اللي فيه التعرض. وملي جا مشات عنده البارح قالت لي يا سيدي الله يخليك هذاك الملف ما فيه لا تعرض لا ولا غير مشكل ديال الاداره، هذاك راه قال لي على 20 يوم عاد نجاوبوك، انا راه ولدي كيقرا في الكليه خصو يمشي يقرا، راه غيمشي لمراكش، راه هو اللي عندي انا خصو يمشي يقرا، راه شاده هنا وعندها مرض مزمن وديما تيدير العرق وكي كي 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 بتز يعني كي حتى الطريقه باش كيتكلم معاها كيتكلم معاها بحال كينفرها، تيقول ما عندي ما عندي ديما كتقول لها راه عندي القلب والمرض وهذه خليني نمشي والو، هذا الشيء كله ما كيتصنتش. واخر كلام عندي يعني اللي قال لها البارح، هذه في البارح بالضبط، هو عندي ما يفيد مسجل كلامه أنا قال لا ما غنعطيكش هاد الوثائق، ما غنعطيكش الشهادة ديالي وسيري ادعيني بهذا الكلام. أنا بغيت نفهم هاد السيد أشنو عنده من غرض في هاد الملكية، هاد الشهادة الإدارية ما يعطيهاش ليا، ما فهمتش. الأحكام أش قال لي علي موسى؟ قال لي شوية يا إخوان المواطنين، قال لك هاد السيد أنا ما كنعترفش بحكم تيقول عدم قبول الدعوة. قلت لي أنا السي محمد راه القاضي اللي حكم حكم باسم جلالة الملك وقال تحت حكمة المحكمة بعدم قبول، إذا شكون هو جبتها من الزنقة؟ راه من عند قاضي هذه، هو قال لك أنا لا أعترف بهذه الأحكام ديال عدم قبول الدعوة، هو اللي غيوري الناس أش يديروا. دابا أنا كنطلب من الناس المسؤولين واللي كيهمهم، لأنه هو كيكذب حتى على الأمين تيقول لك رسلت لي ورفض ليك. أنا كنناشد من هنا الناس المسؤولين سوى العامل ديال دريوش، لان ما قدرناش نوصلوا ليه بشي اي طريقه كنمشيو كنتحبسوا. دابا انا جيت استغليت هذا الظرف باش نتكلم نوصل الناس المسؤولين، وانا ما غنتفرقش معاه غنتابعو حيت قال تابعين القانون غنتابعو قانوني على حق. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهة.